مدينة كسلا تعد من المدن الساحرة ذات الطبيعة الخلابة والمناظر الآسرة والجواذب السياحية. ولشروق الشمس في هذه المدينة آلق وسحر، سيما في ريفها الشرقي. لكن ليس المقصود هنا بهذه المقدمة أن نتغزل في جمال الطبيعة، ولكن فقط لنحسن الولوج إلى قلب موضوعنا، إذ يعد الفقر وأسبابه من أخطر القضايا التي تؤرق المجتمعات الإنسانية منذ عهود بعيدة. ويحضرنا في هذا الجانب قول فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو كان الفقر رجلا لقتلته. وقد عملت حكومة ولاية كسلا عبر وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية على استنباط العديد من المشاريع لمحاربة الفقر. ومن هذه المشروعات الرائدة والتي سجلت نجاحا ملحوظا في هذا المضمار مشروع سبل المعيشة المستدامة، والذي يهدف لرفع مهارات المستهدفين لتحسين وسائل وطرق كسبهم للمعيشة سيما في القرى النائية. المشروع انطلق في مرحلة التجريبية في مارس 2014 وينتهي في مارس 2016 كمشروع تجريبي يمهد لمرحلة مقبلة من المشروع تكون أكبر من حيث التغطية ومن حيث الدعم المقدم. المشروع بيستهدف ثلاثة فئات: المجتمعات المضيفة والنازحين، الحكومات المحلية وحكومات الولائية، المنظمات الوطنية والمحلية العاملة والمهتمة بسبل التكسب العيش. فيما يتعلق بالشريحة الأولى من المجتمعات المستضيفة والنازحين، المشروع بيعمل على تمليك وسائل إنتاجية تمكنهم من زيادة دخلهم والخروج من دائرة الفقر، كذلك تمليكهم من المهارات والمعارف والتدريب الذي يمكنهم من إدارة مشروعاتهم وتحقيق الغرض المنشود والهدف المنشود من تمليك هذه الأصول. ورصدا للنجاح الذي حققه المشروع في قريتي تاجوج وعمارة بمحلية ريف كسلا، وقفنا مع الحاجة آمنة في قرية تاجوج، وقد حكت لنا كيف تمكنت من ريع مشروعها في المطعم الذي در عليها دخلا مقدرا أحدث نقلة هائلة في حياتها وحياة أسرتها وأطفالها، فتمكنت في فترة وجيزة من إلحاقهم بركب التعليم. أنا أدوني المشروع ده استريت، يعني زمان ما أقدر أقريهم عيالي المدرسة، أسا قدرت أدكلهم، يعني 7 أولاد من أولادي، يعني أقدر قدرت أبنيهم في الواش كمان حمام وراكوبة وقطيع، والحمد لله قدرنا يعني نعمل أي حاجة ونتصرف. وهناك نموذج آخر عبر مشروع تربية الأغنام والذي حقق نجاحا واضحا، ونستمع لقصة هذا النجاح بلسان صاحبها في قرية عمارة. الحمد لله المشروع ده مشروع والله كسب العيش ده، الحمد لله. قبل ما كان عندنا حاجة، الآن الحمد لله نحن بخير وعيننا خير، والبهائم كان سلمونا له 10، الآن قريب لي 19 راس، وقاعد ناكل منه ونسدد منه الدين ونسدد منه بتاعت الموية بتاعت الرعي. وأنا الحمد لله، وأنا ذاتي كان أول مرة الدفعة الأولى دي شلتها، كان البهايم كله شلته دارات، بعته منه 6 راس وأخذت منه زي 4 غنماية بتاعت لبن، والآن 4 غنمايات في البيت قاعدات الحمد لله. اللجان الشعبية في المناطق الريفية توفر وتمثل عنصر ضمان لنجاح هذه المشاريع ذات الطبيعة الإنسانية الاجتماعية غير الربحية. المشروع استهدف تقريبا 150 أسرة في القرية دي، 50 أسرة كانت في 2014 و 100 أسرة كانت في 2015. المشروع خلق استقرار كبير جدا جدا في وسط الأسر اللي استهدفها. أنشطته كانت بهايم بالأغلبية، وفي أنشطة تانية زي كوارو ودكاكين، وأنشطة كانت كثيرة جدا في السنتين. الشيء داير أقول أنا إنه المشروع حقق استقرار في وسط الأسرة، يعني نحن عندنا زمان أسر، يعني الأولاد وأمهاتهم يفضلوا هنا، والأب يهاجر في حتات بعيدة جدا عشان يمشي يبحث عن مصدر رزق. الآن المشروع ده خلق استقرار كبير جدا جدا للأسر، الرجال أصبحوا مستقرين في وسط أسرهم في وسط أبنائهم. استقرار الرجال في وسط أبنائهم وفي وسط أسرهم أدى إلى التحكم في الأسرة ذاتها، يعني الولد التسيب من المدرسة، اللي يطلع من المدرسة أبوه طوالي يحل معاه مشكلته يرجعه المدرسة. الحمد لله وكي جاء المشروع ده شوية كده يعني شعرنا بأنه يعني في حياة جديدة، والحمد لله نحن هسه
نسأل الله ربنا يمد المشروع ده لقدام والناس الخير يعم على المنطقة والمناطق الأخرى. كما يقول المثل الصيني: لا تعطني سمكة بل أعطني صنارة وشبكة وعلمني كيف أصطاد السمك. هكذا طبق هذا المثل عمليا عبر مشروع سبل المعيشة المستدامة بولاية كسلة في العديد من القرى الريفية. فطوبى لمن بذل العطاء وهنيئا لمن استفاد. عمر خاطر، تلفزيون السودان، لبرنامج بيتنا، ولاية كسلة.